تمثلت في انتخابات الرابع من شتنبر من 2015، حيث من أصل 43 جماعة بإقليم الناظور استطاعت 10 جماعات أن تحقق التغيير المنشود، تغيير لطالما صابت إليه الجماهير الشعبية بهذا الإقليم الذي غالبا ما اتسمت السياسة فيه بسيطرة فئة معينة عن مجريات كل انتخابات على حدة. لكن هذه المرة وقع التغيير، حصل كما قلت ما كانت تصب إليه الجماهير. من الأماكن أو من النقط التي حصل فيها التغيير وحدث مفاجأة نوعا ما للمتابعين للشأن السياسي بإقليم الناظور، رأس الماء ثل من الشباب استطاعوا بعزيمتهم أن يحققوا المفاجأة ويتغلبوا على من كان بالإمكان أن نسميه تملك قبويا وأولى اللجنة. لهذا الغرض نستضيف في هذا اللقاء النائب الأول لرئيس المجلس الجماعي لمدينة رأس الماء سي عبد الرحيم السارح. أهلا وسهلا ومرحبا سي عبد الرحيم السارح. كيف ما جاء في المقدمة، مدينة رأس الماء أحد حلقة الحاجة، مجموعة من الشباب خلقوا ثورة سلمية، تقدموا الانتخابات نجحوا. شنو اللي خلاكم انتم في رأس الماء تديروا هذا التغيير هذا بمقابل مناطق أخرى في إقليم الناظور ما استطعتش؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، كما قلت بداية نرحب بكم البوابة الإلكترونية زي سيتي، ونشكركم كثير الشكر على التفاعل الكبير الذي كان لزيو سيتي بحكم تتبعها لكل مجريات ما كان في المنطقة، سواء الأحداث اللي كانت قبل الرابع من شتنبير أو لا الأحداث اللي كانت أثناء فترة تهيئ المكتب المسير للبلدية أو لا في المرحلة اللي كانت من بعد. ثم كذلك لا يسعنا إلا أن نجدد التبريكات والتهنئات للأمة الإسلامية ولأبناء المنطقة بخصوص حلول عيد المولد النبوي الشريف. بالعودة لسؤالكم أستاذي الكريم، بالنسبة لنا لشباب المنطقة، المحرك الأساسي للتغيير اللي كان في المنطقة هو تلك السيرورة أو لا ذلك الطغيان اللي كان سائد في المنطقة لسنوات كثيرة. عاش أبناء المنطقة، خصوصا أبناء المنطقة أقول وأركز عنها، مجموعة من الأمور التي جعلتهم يتفهمون ويدركون بأن أبناء المنطقة إن لم يتحركوا، إن لم يقوموا بالتغيير بأنفسهم فلن يغير لهم أحد ذلك. فبالتالي آمنوا بهذه الفكرة وكان لهم هدف أساسي هو التغيير، ومن أجل هذا التغيير كانت هناك مجموعة من التحركات التي سبقت الانتخابات الرابع من شتنبير، وكذلك أثناء فترة الاستعداد للانتخابات البرلمانية، لأنه كنا كنقولوا كشباب محرك للحراك الشعبي اللي كان أو لا للمرحلة السياسية اللي كانت أثناء التغيير، هو أنه إحنا الشباب يجب أن نكون البديل للتلة اللي كانت من قبل، تلة لم تعطي شيء للمنطقة، سواء للتلة التي كانت تسير لأهدافها الشخصية أو لا للتلة التي لم تستطع أن تقدم شيئا. فأمننا بهذه الفكرة، وعندما تؤمن بفكرة معينة فالأكيد أنه على الرغم ممكن من الاختلافات أو في طريقة الوصول إلى الهدف، فإن الهدف ستصل إليه أكيد، إذا كان الهدف الأساسي هو أنه هناك شيء حق يجب أن تصل إليه فستصل إليه. سي عبد الرحيم، فهموا الكلام ديالك أن الحراك الاجتماعي ولا الحراك الشعبي كما سميته هو اللي كان سبب مباشر في الفوز ديالكم بالانتخابات وإحداث التغيير؟ أكيد، يعني هو لعب دور كبير، لأنه أولا من ناحية سلط الضوء على الفساد المستشري في المنطقة، فضح الفساد، كشف الفساد وكشف المسؤولين على هذا الفساد وعن استمرار المنطقة في 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 فيما هو عليه الآن، بدون تنمية، بدون تطوير، بدون أي شيء. وكذلك حرك الغير على أبناء المنطقة من أجل التحرك ومن أجل التغيير ومن أجل الوصول إلى شيء ما في نهاية المطاف للوصول إلى تنمية وتطوير المنطقة. كما الحراك الشعبي كان هو المنطلق من أجل التغيير، وفي جميع البلدان أو في جميع المناطق رأى الحراك الشعبي كي يكون أبناء المنطقة هم الأساس فيها، راه هو غادي يدي التغيير المجهول. إذن يعني هنا أمام الكلام ديالكم كنفهموا بأن المسؤولية تتعاضد
على اعتبار انكم نتوما جيتوا نتيجه ديال مطالب مطالب نتوما جيتوا نتيجه المطالب الاجتماعيه ومطالب شعبيه. هاد المطالب هذه غادي تتعاضد من المسؤوليه امامكم. واش نتوما يعني قادين المسؤوليه في ظل الامكانيات والموارد اللي كتمتع بها راس الماء؟ واش نتوما يعني قادرين يعني هاد التساؤلات ديال المواطنين تجاوبوا عليها وقادرين الانتظارات تحققوها؟ بالنسبه للمواطن خاصه في راس الماء غير يمثلوا على احسن وجه. صحيح هو انه حنا جينا لمطالب شعبيه، انه الحراك الشعبي كانت عنده مطالب اجتماعيه بالاساس. هذه المطالب الشعبيه راه كتهم كل ابناء المنطقه بما فيهم حنا بما فيهم حنا كمكتب مسير للجماعه وكاعضاء اعضاء في المجلس. فبالتالي هذا التوازن اللي غادي يكون بين المتطلبات الشعبيه واللي شاركنا فيها حنا وكنا جزء منها، فهذا هو المنطلق ديالنا وهذا هو الشعار اللي كنتمناه. المطالبه الشعبيه او الامور الاجتماعيه لابناء المنطقه يجب ان تكون، وسنعمل جاهدين على ان تكون هذه المطالب. ما هو مطلوب منا بحكم تمثيليتنا لابناء المنطقه هو اننا نوصلوا كل شيء او لكل معاناه الساكنه للمسؤولين على المستوى الاقليمي الجهوي او الوطني، ونحن سائرون في ذلك. يعني تقريبا عندنا مجموعه من الاجتماعات على المستوى الاقليمي وحتى على المستوى الجهوي من اجل التباعد في مجموعه من الملفات اللي كان يعنيونها ابناء المنطقه سواء القطاع. كلام مفهوم. يعني معاناه الساكنه نتيجه لماذا؟ معاناه الساكنه نتيجه لتدبير سيء وسيء جدا من طرف المجلس السابق. يعني هذا هو الاساس. علاش تدبير سيء؟ لانه لم يكن هناك تفكير عقلاني ولا موضوعي لمتطلبات الساكن. والمتطلبات الساكنه ماشي غادي نقولوا مستحيله، موضوعيه وعقلانيه. قطاع الصحي، قطاع التعليم، قطاع التنميه، يعني ما كيطالبوش بشيء عجب، ولكن كيطالبوا على الاقل انهم يستافدوا كما كيستافدوا الجماعات الاخرين او المدن الاخرى. اي مدينه كتلقى فيها مستشفى، تلقى فيها ثانويه، تلقى فيها امور اجتماعيه اللي كتمس بالاساس المواطن بشكل مباشر. فكنجيو هنايا لمدينه راس الماء او هنايا الجامعه ما كنلقاو ولا شيء. كضطروا ابناء المنطقه انهم يتنقلوا لمدن اخرى من اجل الاستفاده صحيا وتعليميا، وحنا ما عندناش. فبالتالي هاد الشيء اللي ما خدمش عليه المجلس اللي كان من قبل، هذا هو اللي خلى الحراك الشعبي انه ينوض، هذا هو اللي خلى الحراك الشعبي انه كما كنقولوا ينفجر. انفجار كان سلمي وهذا هو المستحب، ادى الى التغيير، ونحن سائرون في مطالبنا الاجتماعيه الى ابعد مدى. حين تقول يعني سوء التسيير تتبرئ ذمه المكتب السابق، ملي كنقولوا سوء التسيير معنى انه هاد الناس هادو التدبير ديالهم للموارد ما استطاعوش يخلقوا موارد، ما استطاعوش يجيبوا اعتمادات ماليه لراس الماء، ولكن كانت هناك كنا كنقولوا كاين مطالب اجتماعيه وكاين احتجاجات. حين نقول احتجاجات دائما احتجاجات كتكون على الفساد. واش كان فساد ولا كان سوء التسيير؟ شوف، بما انه كان سوء التسيير فبمعنى كان فاسد. علاش؟ لانه لما تنسى المواطن اللي صوت عليه، لما تنسى المواطن اللي طلعك باش غادي تمثلو، وبالتالي ما حققتلوش مطالب اجتماعيه، اذا كنت مشغول في امور اخرى. شنو هذه الامور الاخرى اللي كنت مشغول فيها؟ هي امورك الشخصيه. هذه الامور الشخصيه الى جينا غادي نشوفوا جميع الاعضاء اللي كانوا اللي كان يقود المرحله، فكنبقاو انهم استطاعوا في وقت وجيز جدا انهم يصنعوا واحد الثروه هائله. فهنا يطرح السؤال، من اين هذه الثروه؟ فبالتالي اذا كان هناك سوء تدبير وسوء تسيير للمرحله، فبالموازاه مع ذلك كانت هناك امور شخصيه اللي كانوا كيخدموا عليها، وبالتالي خلى انه المواطن هو اللي غادي ياكلها في نهايه المطاف. اذا كان هناك فساد. بالمقابل انتم تسلمتوا زمام الامور في مجلس راس الماء وجلستوا، حنا ما شفنا حتى شي حاجه كاعلاميا، وحنا متابعين الشان المحلي براس الماء ما شفناش يعني شي حاجه مرتبطه بهذه المسائل هذه، شكايات، تظلمات، مطالب يعني باسترجاع الحق للساكنه، يعني ما شفناش هذا الشيء. شنو اللي كنت باغي تشوف بالضبط؟ شنو غتشوفوا بالضبط يعني؟ احنا كنعرفوا ان مجموعه من رؤساء الجامعات المحليه على مستوى التراب المملكه يعني كل ما كيحل واحد المجلس جديد الا وكيطالب حلول المجلس الجهوي للحسابات، اثناء ذلك لكان هناك فساد كيتبين باللي كاين هناك فساد. اكثر من ذلك كاين تقرير، انتم شغل شرتوا التقرير ديال المجلس الجهوي الفساد، والتقرير ديال المجلس الجهوي الفساد اللي طلعنا عليه احنا كاعلاميين شفنا فيه
مجموعه من الاشياء اللي كتقولها الان، ولكن علاش نتوما ما فعلتوش يعني المسطره القانونيه هذا؟ تفعيل المسطره القانونيه اولا بما انه وجب التقرير تاع المجلس الجهوي للحسابات مسؤوليه القضاء، هذه اولا. احنا كمنتخبين لما جينا ممكن تقولوا بانه في امور الفساد او لا في الامور اللي كانت مرتبطه بالمجلس السابق ما قمناش بواحد الشكل كبير بواحد الشيء كبير، ولكن في المقابل من ذلك حتى اثناء تسليم الصولات تحفظنا على مجموعه من الملفات اللي كانت اثناء تسليم الصولات ورا السلطه المحليه وتا العماله، عارفين هذا الشيء، يعني تحفظنا على مجموعه من الامور. هذه من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يعني اللي بغيناه الان هو انه تكون واحد المرحله جديده، القطع مع الماضي، يعني لا الا دخلنا في بهتان تاع الصراعات مع اللي كان من قبل فهنا لن نستطيع التسيير بشكل عقلاني، وما غاديش نحققوا امور اجتماعيه اللي مرتبطه بابناء المنطقه. احنا اللي بغينا الان وهو الاساس اللي نركزوا عليه هو انه نغيروا ديك الهوه اللي كانت بين المواطن وبين الاداره من قبل، نرجعوا الاعتبار للاداره ونرجعوا الاعتبار للمواطن، يعني هذا الشيء اللي كنشتغلوا عليه. يعني الا دخلنا في صراعات او لا فبالتالي هنايا ما غاديش نحققوا شيء كبير، هذا من ناحيه. ومن ناحيه الاخرى بالنسبه للملفات الفساد الكبيره اللي كانت في المنطقه فاكيد حنا قمنا بمجموعه من التحركات في هذا الاتجاه ومازال غادي نمشيو، يعني مازال غادي نمشيو، يعني الامور جايه بتدرج، لانه لما جينا لقينا واحد 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 اللي هو كبيره او لا واحد الخلل كبير في التسيير الاداري، تحت التسيير نتاع الاداره الجماعه كاداره المرفق، يعني فوالا المرفق الاداري لقينا فيه واحد الهوه كبيره، فبالتالي خصنا نرجعوا اولا الثقه بين المواطن وبين 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 الاداره كاداره، يعني باش تشتغل فرحتها والمواطن يجي عندك الموظف يستقبله احسن استقبال ويعطيه الوقت ديالو ويشرح له ويدير المصالح ديالو، هذا من ناحيه باش المواطن يكون مرتاح. لما نحقوا هذا الشيء ثم غادي ننتقلوا انذاك الى المرحله الثانيه اللي من خلالها غادي نحاربوا الفساد، ومازال غادي نحاربوا الفساد، يعني كنا رفعنا الشعار من قبل بانه خليوه ربعه شهور تنبير نخليوه واحد نقطه او لا واحد اليوم تاريخي يسجل لمحاربه الفساد، فاحنا مازال غادي نمشيو في 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 السيروره ديالنا. اوجه الفساد كنتكلموا بزاف قبيله على الفساد، يعني واحد الشكل كبير، ولكن فين كتجلى اوجه الفساد بالضبط؟ اوجه الفساد هي كالاتي، يعني بالنسبه سيطرة اللوبيات على مجموعة من القطاعات اللي كاينة في المنطقة. قطاع السيد البحري، قطاع المقالع، قطاع التعمير، قطاع العقار. هذه هما القطاعات الأساسية اللي كينعشوا الاقتصاد من داخل المنطقة. فهاد القطاعات كان عندها لوبيات متحكمين فيها. هاد اللوبيات اللي تحكموا فيها كان الغالبية ديالهم من أعضاء تاع المجالس السابقة اللي كانوا كيسيروا. فأولا نكسروا بعدا السيطرة نتاع هاد اللوبيات على هاد القطاعات، باش تولي قطاعات منتجه وتستافد منها البلدي. او كما كنعرفوا عندنا مجموعه من الثروات من داخل المنطقه، الصيد البحري، الفلاحه قضوا عليها، يعني ما بقاتش من بانه الفلاحه كانت واحد المورد اساسي، فوالا واحد المورد كبير جدا بالنسبه للمنطقه. ثم نجيو للقلاع الرمال، نجيو للعقار، نجيو للتعمير، فهنا هذه الامور الاساسيه اللي تحكموا فيها. نجيو للقطاع نتاع التعمير، القطاع نتاع التعمير مثلا كان متحكم فيها مجموعه من الاعضاء، فبالتالي كانوا يوجهوا التعمير لواحد الشق معين، مواطن يبني مواطن ما يبنيش وهكذا. فبالتالي هذه الامور هذه اللي خصنا نكسروها اولا. قطاع الصيد البحري نفس الشيء، البلديه ما استفادتش بشكل كبير. قطاع المقالع حديث ولا حرج، لا من المسؤولين على المستوى المحلي ولا على المستوى الاقليمي. على المستوى الاقليمي ما كاينش واحد ايجابيه في التسيير العقلاني للمقالع الرمال، فبالتالي الميزانيات اللي كانت ترصد وصلت. اذا سي عبد الرحيم، يعني مرت ازيد من 100 يوم. نعم 100 يوم بالنسبه للسياسيين كتقول لك خاصه في بالنسبه للتسيير كتكون كافيه باش نقيموا عمل ديال الحكومه او وزاره معينه او مجلس جماعي معين. إيه. فاتت 100 يوم، شنو هي الخطوات اللي درتوها وشنو هي اللي من خلالها تقدروا تعلنوا على الساكنه ديال قبويه ديال راس الماء انه كاين تغيير؟ لما جيتوا داخلين الراس الماء، واش لقيتوا مثلا شي ازبال في الطرقات؟ يعني اول ما دخلنا حاولنا انه موضوع نتاع الازبال ونتاع التلوث من داخل المنطقه خصنا ننهيو بشكل تام. فبالتالي كاين عمل جدي يومي متواصل باش هذا الموضوع هذا باش ما يكونش. علاش؟ لانه غادي يخسر لنا واحد المجموعه كبيره من الناس اللي كيجيو المنطقه، الزوار نتاع المنطقه، السواح نتاع المنطقه.
فبالتالي بدينا بهذا الموضوع هذا. ثم جينا لأمور أخرى، يعني جينا مباشرة باش نحلوا المشاكل الكبيرة. مازال المشكل نتاع التطهير السائل معلق، مازال المشكل نتاع مشروع تصميم التهيئة معلق، يعني دخلنا على مشاكل كبيرة بدينا منها. فبالتالي كنحاولوا نوازنوا بين المشاكل الكبيرة اللي خصنا نفكوها ونحلوها في ظرف وجيز، لأنه تنمية المنطقة متعلق بها. عندما نقول تنمية المنطقة متعلق بها، خاصة مشروع تصميم التهيئة أو مشروع التطهير السائل، يعني هاد جوج تاع المشاكل كبيرة وخصنا نحلوها في القريب العاجل، لأنه لم حليناهاش في القريب العاجل فغادي تزيد مشاكل أخرى. بالموازاة مع ذلك نعمل جاهدين على مكافحة هاد الأمور. دخلنا في صدامات كبيرة خاصة فيما يتعلق مقالع الرمال. عندنا واحد العدد نتاع مقالع الرمال ولكن الميزانيات ما كتدخلش، فدخلنا في صراعات كبيره مع اللوبي المتحكم حتى على المستوى الاقليمي، ودخلنا في صدامات ميدانيا، اقول ماشي عاد كتابيا او لا كاداره او لا، دخلنا ميدانيا لانه ولينا كنمشيو وحنا بالذات ديال مقالع الرمال وملف ضخم جدا وكبير على مستوى الوطني ماشي على مستوى راس المال. شنو درتوا فيه بالضبط؟ بغيت نعرف هذا الملف هذا الاول هو اللي ملف ثقيل بزاف، يعني هنا كتبان الامور الحقيقيه والعمل الميداني والعمل الموضوعي اللي دار. علاش؟ لانه باش غادي ننميو خصنا مداخل، باش المداخل خصنا نحرصوا على الامور ولا القطاعات المنتجه اللي كتدخلنا هذه المداخل. من ابرز ما يمكن المداخل غادي تجمنوا هما قطاع مقالع الرمال. قطاع مقالع الرمال شفنا بانه واحد العدد نتاع مقالع الرمال كينهبوا الرمال بدون تاديات مستحقات البلديه. فاللي درنا هنايا مراقبات، كاين مراقبات يوميه لكل مقالع نتاع الرمال من اجل التحقق من هذا الامر. فولينا كننزلوا حنا ميدانيا، حنا اللي رانا كنسيروا الاداره كننزلوا ميدانيا مع الموظفين، خاصه وانه في واحد الفتره مشينا كنقوموا بواحد العمل اللي هو ميداني، مشاو غير الموظفين وتم الاهانه ديالهم في مقلع الرمال تاع احد المسؤولين على المستوى الاقليمي. فاللي كان هنا انه هذه الامور خديناها بجديه، فدرنا واحد العمل متواصل لمده تقريبا شهرين، قمنا بجر جميع الخروقات، جميع الامور اللي كانت، وجدنا ملف. كيف تم جر هذه الخروقات؟ يعني هذه المصالح التقنيه والى اخره هي اللي قامت بهذا العمل. يعني كنجردوا تقريبا كل مقلع نتاع الرمال، شنو هي الكميه نتاع الرمال اللي هزها منذ فتره الترخيص الى حد الان. فشفنا الشروط البيئيه واش متوفره في هذه المقالع ديال الرمال؟ غائبه نهائيا، يعني هنا كنحملوا المسؤوليه للشرطه البيئيه على المستوى الاقليمي لانهم ما كنقوموش بالدور ديالها، وقلنا ومازال كنقولوه ما كتقومش بالدور ديالها بشكل نهائي. فهذا من ناحيه، ومن ناحيه اخرى كما قلت لك بالنسبه لطريقه العمل اللي درناها هو انه كنحاولوا نقيموا في كل مقلع كميات الرمال اللي تهزات منذ الترخيص الى حد الان. قمنا بذاك العمل وشفنا الفرق الكبير بين ما هو مصرح به من حيث الكميات ولا الحموله اللي مشات وبين اللي كاين في الواقع. كاين مئات الملايين، اقول ماشي عشرات الملايين، مئات الملايين اللي كانت خصها تدخل صناديق الصندوق تاع البلديه وما دخلاتش. فهنا موجدين هاد الملفات، يلا كملنا العمل بها تقريبا في بحر الاسبوع الماضي، كملنا هاد العمل. فالان غادي ننتقلوا للمرحله الثانيه اللي يا اما استخلاص نتاع هاد الشيء، خصهم يخلصوه نتاع السابق، خصهم يخلصوه، يا اما نمشيو في اتجاه اخر اللي هو القضاء، وهو غادي يكون الفيصل انذاك، باش حنا غادي نكونوا اولا قمنا بالعمل ديالنا ومثلنا المواطنين احسن تمثيل، يعني داك الشيء اللي كنا كنقولوه طبقناه، وانا ذاك يكون الكلمه للقضاء. تعرف سي عبد الرحيم ان هذا الملف هذا يعني من اضخم الملفات اللي داز سي عبد العزيز رباح، ما قدتش لهذا الملف هذا. انتم هنا في راس الماء في منطقه يعني كتقع في اقليم الناظور، احد الاقاليم المهمشه، تقع في جهه الشرق، جهه مهمشه يعني المغرب العميق جدا. في المغرب العميق جدا انتم جيتوا كشباب، متوسط الاعمار ديالكم ما كيتجاوزش 30 سنه، تمسكتوا زمام الامور كيف ما قلت ازيد من 100 تقريبا 100 يوم او يزيد. واش نتوما هذا الملف هذا؟ انا بالنسبه لي كنقول لكم الا في هاد 6 سنين هذا قديتوا تحققوا غير هذا المطلب ديال استرجاع يعني الحقوق ديال الساكنه وديال هذه المدينه هذه فيما يخص يعني المداخيل ديال مقالع الرمال، راكم حققتوا الاهم. لان هذا الملف هذا هي وزراء هي حكومات هي اصوات كتنادي باش يقضيو عليه ولكن ما قدوش يقضيو عليه. واش انتم كتشوفوا واش غير كاين هذه الحماسه هذه ديال الشباب، انتم باعتباركم شباب كاين الحماسه عندكم ديال الشباب انكم غتمشيو وتمضيو قدما في هذا الملف هذا، وكتشوف من الافق انه كيبان لكم امل ولا ما كيبان لكمش امل؟
هو صحيح يعني الى ما كاينش الامل راه ما غادي تكون حتى شي حاجه. يعني هذا اولا، نحن نقوم اولا بما يمليه علينا ضميرنا، وثانيا نقوم بما وعدنا به المواطنين اثناء الفتره الانتخابيه، وثالثا نؤمن بواحد الحاجه، وانه الشعب اللي طلعنا كان مثله، فغادي نقوموا باللازم من غادي نقوموا باللازم من اجل فك هذا المشكل هذا. حنا كنقولوا اليوم الى الشعب طلعنا والشعب عنده الكلمه ديالو، الى الشعب طلعنا وما قديناش حنا نحلوا هذا المشكل هذا، فبمعنى انه الشعب لا كلمه له، وبالتالي هذا الشعب خصو يتنسى وما خصش حتى دوك الانتخابات دار. انه مادام طلعونا هاد الناس اللي باش غادي نفكوا هاد المشاكل الكبيره باش نقضيو على اللوبيات اللي همشاتهم لهذه السنوات، فغادي ندخلوا في صراعات مع اللوبيات تاع مقالي الريمه، غادي ندخلوا في فضح الناس اللي ما بغاوش يوقفوا هاد الهضره نتاع الملح، وانا ذاك غادي نوصلوا في الاتجاه اللي ما بغاوش هاد اللوبيات هادو. وحنا متاكدين بانه هاد اللوبيات اون فوا نخرجوا لهم على ارض الميدان ونتشبتوا بالمطالب ديالنا بطريقه قانونيه وعقلانيه، وبدون ديك كما كنقولوا، بدون ما يكون هناك واحد 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 كما كنقول هلاله كبيره ولا شي حاجه في هذا الاتجاه، فبالتالي نكونوا عقلانيين موضوعيين ونقوموا الامور ديالنا. هذا حنا نحمل المسؤوليه الى التجهيز على المستوى المسؤوليه، التجهيز على المستوى الاقليمي، وما دام كنحملوا لهم المسؤوليه في هذا الاطار كنحملوها كذلك الوزاره المعنيه، يعني وزاره التجهيز، هذا من ناحيه. ومن ناحيه اخرى حنا غادي نواصلوا العمل ديالنا، يعني حنا اللي علينا غادي نديروه وغادي نديروه اكثر، والناس تاع المنطقه عارفين هادشي، راه عرفوا بانه بالنسبه للتصميم تاهي فين كتجلى. نعم. فيه الفاس بالذات التصميم التهيئة، تصميم مجلس التصميم، التصميم التهيئة داروا فيه كلش وما داروا فيه والو، يعني هذا هو ما ينطبق على تصميم التهيئة. تصميم التهيئة لعشرات السنين حنا كنا كنطالبوا به، عشرات السنين حنا كنتسناو مشروع تصميم التهيئة، ولكن لما جا شفنا بانه مشروع تصميم التهيئة فعلا ما خداوش وقت كبير ولا جهد كبير من اجل انجاز هذا المشروع تصميم التهيئة ولا شيء. يعني كاين ما سهل، السهل البسيط هو انك تجي وتلقى الارض وتبقى دير الطرقات، هذا هو البسيط وسهل جدا، ولكن ما كانش فيها واحد اللمسه تقنيه، واحد اللمسه اللي تخليك تشوف المستقبل منطقه سياحيه او لا استراتيجيه ممكن غادي تبنى انطلاقا من ذاك مشروع تصميم التهيئه لفك المشاكل تاع التعمير اللي كان من داخل المنطقه، وكذلك حتى اعطاء انطلاقه للمشاريع السياحيه عفوا، ولا الامور اللي غادي تكون تلقى مباشره تنميه المنطقه. في مشروع تصميم التهيئه تم استهداف نتاع الناس بشكل كبير، ضياع للناس بشكل كبير، سواء في الممتلكات ديالهم، سواء في المنازل ديالهم، وحتى بالنسبه للنظره العامه على المشروع. يعني حنا لما كنتكلموا كمجلس كنتكلموا على النظره العامه للمشروع تصميم التهيئه شنو جاب لنا يعني، ولكن مع الاسف ما استطاعش داك مشروع تصميم التهيئة اي كسب لا الرضا ديال المجلس ولا الرضا ديال المواطن، فبالتالي كاين اشكاليات كبيره في داك مشروع تصميم التهيئة. وصحيح جا لنا في المراحل ديالو الاخيره، تقريبا اخر مرحله مشروع تصميم التهيئة هي هذه، يعني الان المطلوب هو انه كان المواطنين يقدموا التظلمات ديالهم والملاحظات ديالهم، وكذلك المجلس يبني واحد الملاحظات ديالو. حنا بنينا الملاحظات ديالنا ودرناها في اطار دوره وصدقنا عليها بالاجماع وباشتراط، باشتراط اولا انه يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار ملاحظات نتاعنا كمجلس. يعني حنا كنقولوا الا ما تخادش بعين الاعتبار الملاحظات ديالنا كمجلس ولا ديال المواطنين، فبالنسبه لنا هذا مشروع تصميم التهيئه مرفوض وملغي. ما معنى لانه كاين فرق بين اننا نرفضوا ونلغيو، نرفضوا يعني غادي يكون الوكاله الحضاريه ولا المستوى الاقليمي يخدموا بداك المشروع تصميم التهيئه الى غايه صدور مشروع اخر، ولكن بالنسبه لنا سنقوم بالغاء هذا المشروع. هو صحيح ماشي في يدنا باش غادي نلغيوه، لانه الان المرحله الاخيره غتكون في اللجنه المركزيه اللي غادي يكون ممثل نتاع وزاره التعمير، ممثل نتاع وزاره التعليم، باش غادي نشوفوا في الملاحظات العامه. هنا الى الوزاره خذات بعين الاعتبار الملاحظات ديالنا فتبارك الله، فالى ما خذاتوش بعين الاعتبار فاحنا بالنسبه لنا مشروع تصميم التهيئه ما غاديش يهمنا، وغادي نسحبوا من 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 لقاء المصادقه على هذا المشروع. بغات الوزاره
تصادق عليها بوحدو، تصادق عليها، ولكن حنا كمجلس لن نلتزم بهذا المشروع هذا كيفما كان الا ما تخادش الملاحظات ديالنا بعين الاعتبار. حسب المعلومات اللي عندي كاين ازيد من 400 تظلم من قبل المواطنين. إيه؟ مشكل هاد التظلمات بهذا العدد هذا كثير، وبالاحرى ان مواطنين من راس الماء كيقولوا لي بانه راح الناس اللي ما خبرهمش باللي كاين سجل كندونوا فيه الملاحظات ديالنا حنا كمتظلمين، يعني ربما العدد ربما دي فوق 1000. هذا هو هذا كلها هذه راس الماء اللي هي عدد التعداد ديال السكان ديالها 7000 30000 نسمه، راه كلها يعني عشوائيه. لا هو كاين شيء صحيح ما غاديش تاخذ جميع الملاحظات تاع المواطنين باش نكونوا معقول، ولكن الملاحظات الموضوعيه والعقلانيه اللي كاين، فباش غادي نقولوا انه الطريق ما غاديش يدوز ولا مستحيل باش تكون منطقه بغينا التنميه ديالها بغينا مشروع تسميتي او ما غاديش يفوتوا طرقات، ولكن كان هناك ظلم للمنطقه، يعني طرقات ب 100 متر 120 متر، يعني هذا هو المشكل الكبير، وهذا هو الناس اللي خلاو انهم يديروا كاع التعرضات، يعني واستهدفوا ما كاينش واحد العداله عقاريه، ما كاينش واحد العداله عقاريه في هذا المشروع تصميم التهيئه. علاش؟ لانه كانت استهداف نتاع ناس مباشرين، استهداف نتاع ناس مباشرين. شوف عارضين يعني لا يعني لما تجي الطريق يعني كعداله عقاريه غادي تدي من هذا شويه وتدي من هذا شويه باش غادي تخلق واحد التوازن، ولكن واحد باش غادي دير له ارض كامله وواحد ما دير له حتى شي حاجه هنا كيكون نوع من الظلم بالنسبه ولا الحيف بالنسبه للمواطن، يعني هذا من ناحيه، وحتى بالنسبه للعرض نتاع الطرق، عرض طرقات كبير بشكل متجاوز بشكل غير معقول، يعني مبالغ فيه بشكل كبير وكبير جدا، علما عدد كبير من الطرقات وبعرض كبير، يعني الا كنا كثرنا الطرقات في السنان العرض نقلوه، والا او لا عفوا الا كثرنا الطرقات نقلوا العرض، ولا الا بغينا نحرضوا الطرقات نحاولوا نقصوا من الطرقات اللي كاينه، وحتى بالنسبه للتوزيع نتاع المناطق، حتى التوزيع نتاع المناطق، يعني الا مشينا في اطار مشروع تسمية التهيئه كما راه الان، يعني ما غاديش يكون التعمير نهائيا من داخل المنطقه، يستحيل التعمير بالنظر للمساحات الكبيره اللي كيطلبها باش اجل التعمير. المنطقه الوحيده المخصصه اللي ممكن غادي يكون فيها الرخص نتاع البناء ولا التعمير ممكن غادي يكون هي لا زون ايكونوميك اللي داروها في واحد المنطقه صغيره جدا، واصلا ديك المنطقه الان ما فيهاش مناطق ولا مساحات خاويه اللي ممكن غادي ربما غادي يكون عندنا ان شاء الله لقاءات اخرين ان شاء الله لان راس الماء يعني فيها ما يتقال بشكل كبير بحر، ولكن كاين انتظارات ديال السكينه بشكل كبير، القطاع الصحي قطاع يعني ما عنده حتى شي حاجه هنا في المدينه، قطاع التعليم مازالوا لا اولاد راس الماء كيمشيو للسعيديه باش يقراوا، يعني مشكل هذا مشكل اللي كبير بزاف، انتظارات اللي لا تعد ولا تحصى، ولكن انتوما جيتوا اليوم ركبتوا كيقول هذا ركبتوا على حراك الشعبي جيتوا لا ماشي ركبنا لا على اي كنقول غير باش لا الحراك الشعبي جابنا ماشي ركبنا جيتوا مور واحد الحراك الشعبي الى ربما تريك هذه الكلمه هذه جيتوا مور واحد الحراك الشعبي، هذا الحراك الشعبي هذا يعني من وراه مطالب كبيره وكبيره. اي واش نتوما يعني قادرين فقط بغيتوا غير تحيدوا واحد العنصر ولا عنصرين ولا ثلاثه ولا اربعه ولا حتى ثمانيه اللي كنتوا كتقولوا بلي راهم مفسدين؟ نعم لا نتوما خصكم تدبروا ماشي غير تسيروا، لان التسيير عندها الموظفين ديالها، واش نتوما قادرين تبحثوا على موارد؟ واش من جيتوا جبتوا في البرنامج ولا جيتوا غير هكاك راه ديك الحاله؟ حنا شوف الحراك الشعبي يعني ما نقولوش لا دفعنا ولا ركبنا، لانه الحراك الشعبي حنا كنا جزء منه، يعني انا الا قلت كلمه الان فكنطبق على دوك الناس اللي كانوا في الحراك الشعبي، ومازال دوك الناس اللي كانوا في الحراك الشعبي راهم معنا، يعني هذا هو الاساس، والقوه ديالنا كنستبدوها من هاد الناس مازال لحد الان. يعني هاد الناس يعني الرضا الظاهر الناس اللي كانوا من الحراك الشعبي عارفين الصعوبات الكبيره اللي كاينه من داخل البلديه، ومازال صابرين ومازال غادي يصبروا، ومفروض عليهم يصبروا، ولكن ما هو اساسي هو اننا ناخذوا بداك الشيء اللي كنا غاديين فيه، التوجهات اللي كنا غاديين فيها واللي كنا راسمينها. يعني صحيح ماشي كل اعضاء المجلس اللي كاينين الان كانوا في الحراك الشعبي، شخصيا كنت في الحراك الشعبي، المرشحين او لا نتاعنا كحزب العداله والتنميه كاملين كانوا في الميدان، فكما قلت يعني الهدف الاولي هو اللي كان هو اسقاط واحد التجربه اللي دابت 30 عام ودارت حتى شي حاجه، فهذا من ناحيه.
ومن ناحيه اخرى العمل كما قلت على الكسر اللي هو نتاع ابناء المنطقه اللي كانت من قبل. كما اشرت في البدايه لا ما هو اجتماعي ولا كل ما هو متعلق بما هو اجتماعي، يعني في المجال، في المجال الاجتماعي، في المجال الصحي التعليمي الثقافي الى اخره، يعني كانت النتيجه منعدمه جدا في هذه المجالات هذو. يعني احنا سائرين في ذلك تقريبا البرنامج اللي جينا به احنا حتى بالنسبه للوزارات المعنيه قمنا بعده مراسلات في هذا الاتجاه باش غادي نفكوا هذه المشاكل، نفكوا هذه المشاكل. كنستناو الردود ديالهم باش احنا نشوفوا شنو غادي نبنيو وشنو غادي نبرمجوا حتى في الميزانيه او في الفائض اللي ممكن غادي يكون في فبراير. احنا تقريبا بنينا على واحد المراسله اللي صفطات الوزاره التربيه الوطنيه فيما يخص الثانويه على انه كاين امكانيه ضعيفه باش يتم بناء نتاع واحد الملحقه الثانويه، فبالتالي كان في الجواب ديالهم ان هذا هو المشكل. احنا هذا المشكل هذا غادي نمشيو في الاتجاه نتاع الفك ديالو من خلال رصد واحد الميزانيه المعينه لبناء واحد الملحقه من داخل الاعداديه. يعني غادي نبنيو اقسام وديك الساعه نخليو الكره وزاره التربيه الوطنيه اللي كتقول لنا في كلنا الاقسام، وانا هذاك سنتكلف بالاساتذه وباللوجيستيك. يعني هذا كان جواب تاع وزاره التربيه الوطنيه. فكما كنقولوا حنا غنوصلوا الكذاب حتى الباب الدار، يعني كان الجواب تاع الوزاره حنا غادي نمشيو في هذا الاتجاه. يعني حنا غادي نحملوا المسؤوليه ديالنا وغادي نشوفوا الامكانيات اللي ممكن غادي نوفروها، وكذلك المختلف المؤسسات اللي ممكن غادي تدعمنا في هذا الاتجاه نبنيو الاقسام. وانا ذاك غادي نخليو الكره لوزاره التربيه الوطنيه، وماشي غير نخليو لها الكره، ديك الكره نخليو لها لهم ونحاولوا نلعبوا بها، لانه خصنا الامور نتبعوها وهذا هو الاساس. يعني ما غاديش نفتحوا الباب نتاع واحد الملف وغادي نخليوها هكاك، ولكن خصنا نجريو وخصنا نقطعوا الصباط كما يجب كما كنقولوا باش غادي نحاولوا نحققوا هاد المطالب الشعبيه. كذلك بالنسبه للقطاع الصحي كان عندنا لقاء مؤخرا مع مندوب الصحه، تقريبا بالنسبه لمندوب الصحه الكلام اللي كان قالوا بانه هناك توافق تام بانه يجب توسيعات المستوصف اللي كان او المركز الصحي. غادي نمشيو في هذا الاتجاه هذا، ماشي غير التوسعه ولكن تاع البناء ديالو بشكل تام من خلال ادخال اقسام اخرى، ومن خلال كذلك ما نركز عليه هو بالاساس هو الطاقم الطبي، يعني الموارد البشريه للمركز الصحي. يعني المركز الصحي بدون موارد بشريه كما راه الان ما غاديش يعطي نتيجه. فبالتالي رانا غاديين في هذا الاتجاه، يعني نقطه، وانا ذاك ان شاء الله بالصبر ديالنا وتاع المواطنين سيتحقق كل شيء، وغادي نجريو على كلش وباستطاعتنا الكثير. يعني هذا هو، لما توفر الاراده، لما توفر الاحساس بمعاناه نتاع الناس، لاننا احنا واحد الجزء من هاد الناس هادو، فاكيد غادي نحقوا، لانه المواطن داك الشيء اللي كان ناقصه هو انه ممثل ديالو خصو يحس به، خصو يعيش معاه هذوك المعاناه اللي كاينه عليه. شكرا جزيلا سي عبد الرحيم. اذا مشاهدينا الكرام، الى ان نرى قبويه واخرى جديده، والى ان تترجم يعني غيرت و ساتترجم بحول الله، هذا ما نتمناه. الى ان نرى كما قلت راس الماء جديده، هذا الشاطئ اللي كيقصدوه يعني اغلبيه ساكنه المنطقه وخاصه ابناء مدينه زيو. الى ذلكم الحين، لكم مني انا سعيد الدوري اجمل تحيات، والى اللقاء في مناسبة قادمة بحول الله. شكرا لك سي عبد الرحيم. يا مرحبا، شكرا جزيلا على الاهتمام الكبير بالمنطقة. شكرا، الله يخليك.